السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي مزيان بخير، اموركم هانيه. كنتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم وان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي شوسون معمرين بالخضيره وبالدجاج، كيجيو زوينين في هاد سيدنا رمضان. مهم ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو كيلو ديال الخيزو اللي يكون محكوك، عندنا هنايا جوج ديال الدجاجات حيدنا منهم الصدر ديالهم وقطعناهم قطع صغيره او رقيقه، عندنا هنايا كيلو ديال البصله اللي مقطعه رقيقه. غادي نحتاجو زيتون خضر مقطع، هادشي بالنسبه للحشوه. الزيت البلديه، الصوجة، العطريه ديال الحوت، قزبر يابس، شويه ديال الهريسه، والعطريه العاديه، التوابل العاديه اللي كنخدموا بهم، مليحه، شويه البزار، كمون، فلفله حمراء، المهم داكشي كيبقى حسب الذوق. دابا غادي ندوزو لطريقه تحضير الحشوه ديالنا. دينا مقيله درنا فيها شويه ديال الزيت الروميه، غادي نديرو البصيله ديالنا تشحر. البصيله كيف ما عارفين كنبقاو نحركو حتى تبان لينا شويه، على ديك الساعه غادي نزيدو باقي المكونات. والبصيله ديالنا تشحرات مزيان، دابا غادي نضيفو لها خيزو. اللي بغيت نقول لكم البنات، هاد لي شوسون معمرين راه تقدروا تعمروهم باي حاجه عندكم في الدار ديالكم. تقدروا ديروا ديك الكريعه لي كورجيت دوك الصغيورين كيكونوا ولاد وكيجيو زوينين في هاد المعمرات، باش ما بغيتو تقدروا ديروا كفيته، ديروهم بالحوت. المهم انايا دابا غادي نبدا ان شاء الله نشارك معكم تحضيرات ديال سيدنا رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا لينا بالصحه والسلامه. ومباشره البنات من مور خيزو كنخليو غير واحد شويه يتشحر. دابا غادي نضيفوا له صدر ديال الدجاج. ها انتم شفتي كيفاش قطعتو، قطعتو مربعات صغيره ورقيقه رقيقه بزاف. كنضيفو الزيتون. بعد ما تشحر لينا كلشي دابا غادي نبداو نضيفو في العطريه ديالنا. درنا واحد المعلقه كبيره ديال قزبر يابس، قزبر مطحون، شويه ديال سكينجبير. المهم داكشي عينكم ميزانكم على حساب الكميه اللي نتوما غادي ديروا. انا المهم في هذا القياس ها نتوما كتشوفوا معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الكمون البلدي، خرقوم، خرقوم بلدي، مليحه. غادي نديرو حتى ندوقو الحشوه ديالنا، الا بقات ناقصه من الملحه غادي نزيدو. نديرو شويه ديال الابزار، الابزار ما كنكثرش منه حيت غادي ندير الهريسه. الحار حسب الذوق. غادي ندير الصوجه، حتى الصوجه كتبنان الحشوه، كنديرها في اي حشوه. واحد شويه ديال العطريه ديال الحوت، وزويته بلديه اللي ضروري هكاك. وزويته بلديه كنخليها هي التاليه باش كتبقى هذيك البنه ديالها ما كتحرقناش في الطياب. بغيتو ديروا شويه ديال الزعتر حتى هو ضيفوه، والربيع كيبقى داكشي حسب الذوق. انا ما غاديش ندير الربيع ولكن غادي ندير شويه ديال الزعتر. وفي الاخير ملي كتندمج لينا العناصر كامله وديك العطريه اللي زدنا، كنحكو شويه ديال الفرماج، ندير واحد شويه ديال الفرماج غابي، حتى هو كيجي زوين. دابا غادي ندوزو باش نحضرو العجينه ديالنا ديال لي شوسون. وبالنسبه لهاد العجينه راه تقدروا ديروها في البيتزا، في اي حاجه عندكم. انا غادي ندير دقيق، كيلو ونص ديال الدقيق اللي يكون ممتاز مغربل مزيان. داكشي كيبقى يعني حسب الكونتيتي نتوما اللي باغيين ديرو. عندي كاس ديال الزيت الروميه، كاس ديال العنبه، شويه ديال الخل، شويه ديال الزعتر، عندي شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال النشا، بيضه،
عندي خمارة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة ديال الخميرة الفورية، وعندي 4 ديال المعالق ديال الزبدة اللي تكون مرخوفة. درنا الزبدة، غادي نضيفو لها زويتة، البيضة ديالنا، غادي نخلطو هاد العناصر مزيان، كنبقاو نخدمو بيدينا ديك الزبيدة حتى كدوب لنا. أنا زدت واحد شوية ديال الزيت البلدية، المهم نقول واحد تقريبا ربع كاس، باش كنمشي معاكم في المقادير، يعني اون ديتاي يكونوا مضبوطين، باش حتى اللي بغى يدير هاد الوصفة يعني تنجح له تجي العجينة زوينة. وحنا غادي نخلطو هادشي ونتلاقاو من بعد. حنا دابا غادي نضيفو السكر، سنيدة مليحة، نشا، قطرات ديال الخل واحد المعلقة، وغادي نضيف الخميرة الفورية، ضفنا واحد شوية ديال الزعتر حتى هو راه كيعطي واحد نسمة زوينة في هاد العجينة، وزدنا دابا هاد الخمارة اللي بقات لينا، نخلطو هادشي مزيان عاد نضيفو الدقيق. حنا كنضيفو الدقيق شويه بشويه، وضفنا له الماء اللي يكون دافي، غادي نجمعو هاد العجينه ديالنا مزيان ونطلقاو من بعد، وغادي نقول لكم شحال هزات لينا ديال الماء. وها العجينه ديالنا من بعد ما دلكناها مزيان، مهم ماشي عاوتاني كتبغي دليك بحال الملاو، لكن المهم خصها تجي شويه رطيبه وتكون مطلوقه. هزت لينا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الماء، دابا غادي نغطيوها ببلاستيك غذائي وغادي نخليوها ترتاح مده ديال 15 دقيقه ونتلاقاو من بعد. دابا العجينه ديالنا من بعد ما طلقات حنا غادي نطلقوها باش غادي نصوبوا لي شوسون ديالنا، وهانتوما معنا غادي تشوفوا الطريقه كامله. حنا خدينا شويه ديال الدقيق طبيعة الحال سطح العمل، كنترشو شويه ديال الدقيق باش ما كتلصق لكمش العجينه، حاولوا تزيدوا تبسطوها لان فيها الخميره، دونك مازال غادي تزيد تنفخ باش ما تجيكمش ما تجيكمش لي شوسون منفوخين. حنا حيدنا هاد الزوائد ديال العجينه، نعاودو نديرهم في بلاستيك غذائي باش يعاودو يطرخفو ونطلقوهم. المهم هادو الدوائر ديال العجينه الا جاكم شويه غلاط كتعاودو تبركو عليهم ولا شويه بيديكم ولا كتديرهم بالبلاك. دابا غادي نبداو نعمروهم، ماغاديش نديرو لي شوسون عاديين، يعني كتعمروهم من الوسط وكتسدوهم، غادي يجيو هادو بحال الشكل ديال دي كرواسون، كطلقوهم شويه يعني على الطول بهذا بالبلاك، كتحطو يبان لكم مزيان، كتحطوا الحشوه ديالكم هكا، كتجيو لهنا ديروا هكذا، تقادوا داكشي مزيان هانتوما، تبركوا على الجوانب باش يتسدوا، كنظن انا راه كيبان لكم مزيان، وكتعاودوا تقلبوا. هانتوما كيجيو على هذا الشكل، نبقاو مكملين على هذا الشكل حتى كنساليو هاد المعمرات ديالنا.
حنا دابا عاد سالينا تبارك الله، داك القياس ديال الدقيق خرج لينا والحشوه خرجوا لنا شي 4 ديال اللاطات، ها الاولى ها الثانيه وها الثالثه وهاد الصوينيه حتى هي. هانتوما باقي ليا غير واحد شويه غادي نزيد ها الحشوه. حنا دابا كندهنوهم بشويه ديال البيض والخل واحد قريصه ديال الملحه، والتزيين انا غادي ندير فيهم حبوب البافو وشويه ديال الزنجلان، المهم باش كيعطيو شويه ديال واحد المنظر. هاد بالنسبه لهاد العجينه الا كان فيها الخميره ضروري خصكم طيبوها نص طيبه الا كنتو بغيتو ديروهم في الكونجيلاتور ولا تاكلوهم هذيك الساعه. الا ما كانش فيها الخميره هذيك الساعه تقدروا ديروها في الكونجيلاتور تجمدوها بلا طياب بلا والو. دابا حنايا غنضطروا نديروا لها واحد نص طيبه في الفران، ايوا هادشي اللي كاين، ونطلقوا مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي اللي شوسون ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو على هاد الشكل. عطاونا كميه اللي هي كثيره كيف ما سبق لي وقلت لكم في لا فيديو. انا درت لهم غير نص طيبه لانني بغيت نحتفظ بهم في المجمد، الا كنتو نتوما بغيتو تاكلوهم في نفس النهار غادي طيبوهم يعني مزيان، يزيدوا يتحمروا شويه على يزيدوا يعني على هاد على هاد الشكل. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش ولا لايك، تخليوا لي كومونتير اسفل الفيديو. شكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء مع فيديو جديد، وبسلام عليكم.